لا حجر وشعلت فيها. كلات الحال، كلات الزيتون، كلات ما خلات والو. هذه انا كلها شجر تكل. لم تختلف كثيرا المشاهد ولا الخسائر عن تلك التي عشناها بتيزي وزو. المكان هنا جبال سكيكدا، ألسنة اللهب تأتي على الأخضر واليابس، ثروة حيوانية هائلة هلكت في رمشة عين، 250 خلية نحل احترقت، كما حصرت ألسنة اللهب مستودعين لتربية الدواجن، مخلفة تفحم 6500 دجاجة. النيران تسببت أيضا في نفوق 22 بقرة حلوب. النهار الأول شعلت في الخربة، ومن بعد من الخربة طفيت. ثاني نهار الصباح شوية 12 جات نار، يعني ما تستوعبهاش العقل، شي تاع المحال. كاستنا النار ما قيناش الماء باش نطفيه، ما عندنا لا بيور لا عيون لا والو، راهي ما خلتنا والو. صاي صحراء قلبتنا لاريير 70 سنة، صاي ما خلتنا والو. خلاص نطلبوا من السلطات العليا في أقرب وقت ممكن تلتفت لينا، سينو ضعنا. خسائر هائلة لثروة الغابية خلفتها النيران بسكيكدا. هنا سيدي مزغيش بمناطقها الخربة والحمر والجرار وبرزام والخنقة، هنا أكثر من 8000 شجرة زيتون تنتج أجود أنواع الزيت أصبحت رماد. الأمر لم يتوقف عند هذا، أكثر من 1000 شجرة مثمرة على غرار التفاح والإيجاص والتين وكذا التين الشوكي لم يعد لها وجود. فلاح سكيكدا يتحصرون على ما أصابهم. ولا هنا انتهت هذا الحريق، هذا راهو كل كلش التهاب كلش، ما خلى لا شجرة لا طروة لا زيتونة، زيتون كله حوالي بلاك واحد ما نقدرش نعبر لك على الزيتون. الشجرة كلاتو، تشوف الحشيش، الحشيش هذا هذه الحيوانات ما بقاش. مساحات غابية تجاوزت 800 هكتار مصنفة بالطابع الفلاحي تأتي عليها النيران. هذه الأراضي هي مصدر رزق سكان المنطقة، كيف لا وقد أفنوا حياتهم في خدمتها. منطقة كاملة للسكان كامل، ها واش بقى؟ ما بقى والو. ها صاي هادو وبالك ما يمنعوش، هادو بالك ما يمنعوش. صاي كحصيلة أولية قدرنا المساحة المحروقة ب 800 هكتار، من بينها 8000 شجرة زيتون مثمرة و 1000 دوتر اسبيس كونفوندي توجور دي زارب فرويتي بلس 250 روش. أما فيما يخص تربية الحيوانات قلنا سيتو الأبقار، كاين ضحايا من بين ثلاث عائلات أو أربعة لأكثر من 20 بقرة. هي إذن قسوة الطبيعة على فلاح سكيكدا مثل ما قست على مناطق أخرى من الوطن. الخسائر فادحة والمصاب جلل، لكن أكيد وقوف الدولة وتضامن الجزائريين مع المناطق المتضررة سيعيد الحياة من جديد لكل ما أتلفته ألسنة اللهب.